فران ام <أمنجز> فيوت نم في امين حلقة جديدة من برنامجنا ارب صالين المرة اللي فاتت كنا وصلنا في القداس الالهي الى صلاة القسمة وكنا ابتدينا في الحان شهر كياك النهارده باذن المسيح نكمل مع بعضينا في جزئين الجزء الاول هيكون الحان القداس الالهي قداس المؤمنين والجزء الثاني هنخصصه الى تسبيحة شهر كياك. الجزء الأولاني لو حضراتكم تفتكروا المرة اللي فاتت كنا أخذنا نسجد لجسدك المقدس تنقشت أمبكسوما إث أواب أو ولدمك الكريم نبكي اسنو في الطيوت كيري ليسون وقرينا من سفر الرؤية ازاي الاربع 24 كاهن والملايكة والشيروبيم والسرافيم كلهم خضعوا أمام المسيح له المجد الجالس على العرش وأعطوه المجد والكرامة. ده اللي الكنيسة بتعيشه وهي خاضعة أمام العرش الإلهي وأمام صليب المسيح وبتكرم ذبيحته المقدسة أه قبل ما ناخد الجزء بقى اللي هنقوله النهاردة أحب أقرأ مع جزء من الكتاب المقدس وبعدين نطبقه على اللحن اللي هنحفظه مع بعض في بشارة معلمنا القديس يوحنا الإصحاح 14 بيقول ربنا يسوع المسيح له المجد الحق الحق أقول لكم من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضا ويعمل أعظم منها لأني ماضي إلى أبي ومهما سألتم باسمي فذلك أفعله ليتمجد الآب بالابن إن سألتم شيئا باسمي فإني أفعله وبعدين برضو نفس الإصحاح إصحاح 15 يقول كده هو هذه هي وصيتي ان تحبوا بعضكم بعضا كما احببتكم ليس لاحد حب اعظم من هذا ان يضع احد نفسه لاجل احبائه انتم احبائي ان فعلتم ما اوصيكم به لا اعود اسميكم عبيد لان العبد لا يعلم ما يعمل سيده لكني قد سميتكم احباء لاني اعلمتكم بكل ما سمعته من ابي ليس انتم اخترتموني بل انا اخترتكم واقمتكم لتذهبوا وتاتوا بثمر ويدوم ثمركم لكي يعطيكم الاب كل ما طلبتم باسمي. بعد الاب الكاهن ما بيقول لنا الجسد المقدس والدم الكريم والذان اللذان لمسيحه الضابط الكل الرب الهنا والشماس بيقول لنا امين امين صلوا بنقول مع بعضينا كيري ليسون كنا اخذنا المرة اللي فاتت الجزء ده بعد كده الأب الكاهن بيبتدي صلاة الإسمة بأنه يقول إريني باسي اللي هي تحية القيامة السلام لكم اللي قالها ربنا يسوع المسيح للتلاميذ بعد القيامة باليوناني إريني باسي والشعب بيرد على الأب الكاهن باليوناني برضو كيتو ابن فماتيسو ادي كي إي شبه الانجلش خالص طبعا بقينا عارفين بقى دلوقتي الحروف دي تو دي الاول خفيفه في القبطي تبقى تو ودي ال P اللي بيحضر معنا لأول مرة بنكتب الحروف المختلفة عن الإنجليش فوق علشان تبقى سهلة لنا N E وده الحرف هنا هيتنطق V ودي الام M ال تبقى إب نيف ما وبعدين دي كلها إنجليش مع ده الحرف الأخير ده هتبقى تي سو كي توب نيف ما تي سو فبنقولها إزاي كيتوب نظمااااااا تيسو سهل خالص تاني كيتوب نظمااااا تيسو كمان مره كي توب نفما اتينسو كمان مره كيتوبنيفما اتينسو بعد كده الاب الكاهن بيصلي صلوات التقسيم وبيقسم القربانه جسد المسيح رمز لجراحاته 12 جزء في وسطهم الصليب اللي بيرمز لربنا يسوع المسيح والكنيسه كلها متجمعه حواليه كجسد مقدس ليه بعد كده بيكون نهاية صلاة الإسمة الصلاة الربية أبانا الذي في السماوات فأبانا الذي في السماوات في جزء الكنيسة بتلحنه اللي هو آخر جزء بالمسيح يسوع ربنا زي ما قرينا في الإنجيل أن ربنا يسوع المسيح له المجد ادانا مفتاح قبول الصلاة كلمة السر أن تكون في اسم ربنا يسوع المسيح عشان كده الكنيسة بتصلي أبانا الذي وتحط فيها كلمة بالمسيح يسوع ربنا اللي هي بالقبطي خين بي إخريستوس خين أدي حرف الخا إي إن خين وده البي ورا الأي تبقى بي الحرف ده هنا هيبقى خا واللي بعديه آر وكل ده إنجليش إيستوس بي إخريستوس المسيح هنا دي اتنين كسرة تبقى إي سوس دي هنا او وبعدين بين تشويس ربنا بين تشويس خن بي اخ ريستوس اي دي الكسره اي سوس دي ضمه بي دي البي وبين والحرف ده سي اتش شويس ربنا بالمسيح يسوع ربنا بنقولها اخر ابانا الذي باللحم يقوم الشماس من الهيكل ينبه الشعب باليوناني احنا رؤوسكم امام الرب فاحنا واقفين بنحني رؤوسنا زي العشار ما تقبل الحل لما حنى راسه قال اللهم ارحمنا الى الخاطي للوقت نزل مبررا فده الوقت اللي الاب الكاهن بيطلب من الاب انه يحللنا في اسم ربنا يسوع المسيح من فم ربنا يسوع المسيح زي ما حلل واعطى السلطان لابينا القديس بطرس وقال له ما ربطتوا على الارض مربوط في السماء ما حللتوه على الارض محلول في السماء فالكنيسة بتقول كده خان بي إخريستوس إيسوس بن شويس خان بي إخريستوس إيسوس بن شويس ايه 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 تاني خن بخريستوس إيسوس خن شويس تاني خن بخريستوس إيسوس بإن شويس بالمسيح يسوع ربنا يوم الشمس يقول احنوا رؤوسكم أمام الرب واحنا واقفين بنحني رؤوسنا ويبتدي نتقبل الحل اللي بيقراه لنا الاب الكاهن في صلاته السريه ونقول نرد بالمرد بقى اليوناني امامك يا رب احنا قصادك يا رب مستنيين التحليل علشان نسمعه قبل ما نتقدم الى الاسرار المقدسه فبنقولها باليوناني اي نوبيون اي نوبيون سو كيرية امامك يا رب. إينو بيون سو يقوم الشماس يقول انصتوا بخوف الله عشان هتسمعوا التحليل فكله ينصت ونصلي صلواتنا السرية قبل الاعتراف الأخير. تعالوا نقولهم مع بعضينا تاني. كيتو بنظماتي ايسو نفس اللحن خين بي خريستوس ايسوس بين امامك يا رب ενώπιον σου Κύριε Έχερ Μάρρα. Και το πνεύμα Τι Ιησού Χεν πι Χριστούς Ιησούς باذن المسيح المره الجايه بقى نكمل الجزء اللي بعد كده قبل الاعتراف الاخير في القداس الالهي نطلع فاصل ونرجع مع بعضينا لتسابيح شهر كيك رجعنا مع بعضينا لتسبيحة شهر كياك عندنا بقى فيها جزئين الجزء الأول هناخد الجزء الجديد اللي احنا نحفظه النهاردة وبعدين نراجع بقى اللي خدناه المرة اللي فاتت لأنه كان جميل جدا في تسبيحة شهر كياك بتبتدي ليلة الحد من يوم السبت الظهرية أو بعد الظهرية بتسبيحة العشية بقى بألحانها الجميلة وبعدين رفع بحور العشية وبعدين تسبيح نصف الليل بألحانها الجميلة في تسبحة عشية الحد اللي هي السبت بعد الظهرية في ترتيلة جميلة قوي بلحن في شهر كيك اسمه اللحن الواطس جميلة خالص كلمة واطس هي النطق البسيط بتاع كلمة بيفاتوس أو العليقة لأن ترنيمة العليقة بتتقال باللحن ده بتاعت أوتوقيت يوم الخميس فالعليقة بتتقال إزاي؟ العليقة التي رآها يبقى لما الاقي كلمة واطس في كياك اعرف ان دي الترنيمة بتاعتها الطريقة بتاعتها تعالوا ناخد الابصالية بتاعت العشية ونشوفها بتتقال ازاي بطريقة العليقة الف الف او الفا ودي الام الحرف التاني اللي هو الام وبعدين او اي ان اي او خفيفه تبقى مويني أمويني دي كسرة مش اتش دي اتنين اي في بعض بالقبطي تبقى تي ودي الار و او وضمة تبقى تيرو أمويني تيرو تعالوا كلكم أمويني تيرو خين دي الخ خين بي او راشي راشي يعني فرح دي الار ودي الشين نقولها تاني من الاول بالراحه أميني تيرو خين او تعالوا كلكم بالفرح الربع الثاني الجميل خالص نفس اول ثلاث تلت... كلمات هم هم امويني تيرو خين او ثليل ثليل من نفس الكلمه العربي تهليل تليل تهليل ثليل هي ثليل فتعالوا كلكم بتهليل أميني تيرو خين او تعالوا بفرح أموين تيرو خن أو ثليل تعالوا كلكم بالتهليل الجملة التالتة هي هي نفس أول ثلاث كلمات أموين تيرو تعالوا كلكم خن أو أو نوف ببهجة كلها كلمات جميلة راشي أو راشي أو أو نوف أو ثليل آخر كلمة نين نين سهلة خالص شبه الإنجلس دي الشين ودي الكسرة ودي الآر تبقى شيري ننشيري يا أولاد تيروا كلكم انت نيرومي يا أبناء البشر يعني يا كل الخليقة تعالوا بالفرح تعالوا بالتهليل تعالوا بالبهجة عشان نمدح العذره وسر التجسد الإله تعالوا نقولها بقى مع بعضينا باللحن على وزن لحن العليقة اللي هو اللحن الواطس سهلة خالص وباللحن هتبقى أسهل بكتير تعالوا نجرب آموي نيتيرو خين أوراشي: آموي نيتيرو خين أو ثاليل: آموي نيتيرو خان أوؤونو: تير تاني رومي جميلة طب تعالوا نقول العليقة وبعدين نقول موين تيرو تاني العلقة التي رأها موسى النبي في البرية النيران تشعل جواها ولم تمسسها بأذية مثل أم النور طوبها حَمَلَتْ غامر الله تسعة أشهر في أحشاها وهي عذراء ببكورية نقول بقى مين تيرو أمويني تيروخين أوراشي أمويني تيروخين أوثاليل أمويني تيروخين اونوف ننشيري ير تاني رومي يبقى اي ابصاليه او او ترتيله مكتوب عليها واطس يبقى ده لحنه يعني مثلا يوم الاربع ترتيله كل الطغامات السماويه مكتوب عليها واطس يبقى تتقلب الطريقه دي كل الطغامات السمائيه طب يوم الاثنين مكتوب عليها أدام اللي هي زي اباهيت نمبالاس اللي خدناها المرة اللي فاتت اللي هنرجعها دلوقتي يبقى تتقال زيها وهكذا تعالوا نقول تاني الترنيمة بتاعت اموينتير وبعدين نراجع بقى اللي خدناها المرة اللي فاتت اموينتير خن أوراشي اموني تيرو خن أميني تيرو خان نوف ننشيري تيرو تانيرو رومي جميلة خالص تعالوا نقولوا بقى المرة اللي فاتت كنا أخدنا الأضام بقى اللي هي أبصالية الهوس التاني الأضام وعرفنا أضام بتتقال على ترنيمة أجيوس أوثيوس أجيوس أوثيوس فاكرين؟ فنقول مثلا إيه أباهيت هنقولها إزاي؟ أباهيت نيم و أباهيت قلبي نيم بالاس ولساني هوس بيسبحوا تترياس تترياس الثالوث وبعدين القرار كان أجية ده الجيم أجية اترياس الثالوث القدوس اليسونيماس باليوناني يعني ارحم الربع الثاني كان فون نيفين سيهوس ناق كل واحد بيسبحك يا رب اوه وسئير فوك ناق ويتعبد لك والقرار اجيا ترياس اليسونيماس كنا خدناه المره اللي فاتت احنا جاست بنراجعه مع بعض عشان نقارن بقى بين اللحن القدم واللحن الواتس يبقى لما نشوف اي ترنيمه نعرف نقولها ازاي تعالوا بقى نقول مع بعضينا اللحن الاضم اللي هو مديحة أم اللي هو أجيوس أوثيوس اللي هو يا مريم أنا عبدك والتر... اللي هي الترانيم الأضم كلها أبا هيتنم هوس إتي إترياس أجيا إترياس: إليسون إيماس: فون إيفن سي هوس ناك: أووه سي إرفوك ناك. جيا تري إليسون ايماس. امال بقى الواطس اللي هي بتاعت العشيه العليقه كلمه واطس يعني العليقه. "امويليتيرو خان اوراشي" أَمُوِينِي تِيرُ تيرو خانؤو أَمُوِينِي أموي تير تيرو خانؤوؤو نوف. نينشيري تيرون تاني رومي. جميلة نسيتنا وجميلة ألحانها. تعالوا نقولها تاني. نقول الـ الأضام الإبصالية الأضام والإبصالية الواتس أضام اللي هي قلبي ولساني أشكرك يا إلهي يعقوب اللي هي كل الأب... مديحة أنبا أنطونيوس اللي هي مديحة ماكسيموس ودوماديوس كل ده باللحن الأضام أبا هيتنام بالاس هوس ايتي اترياس اجي اترياس اليسون ايماس فوني ياس إِلَيْسٌ إيمس تبو الواتس أمين كثير اوراشي أمين كثير خن اوثانيل أمويني تيرو خن أو أو نوف من شيري تيرو تاني رومي نقولهم لآخر مرة أباهيت نيم Hos ate ate reyes agate elison imas voni vin se hos mak o se. ناك أجيت ريس إليس إيماس أمويني تيروخين أوراشي أمويني تيروخين أو ثاليل أمويلي تيرو خن أو ننشيري تير تاني نكتفي بكده النهارده لو ربنا ادانا عمر وعشنا للمره الجايه نكمل مع بعض ألحان القداس وناخد جزء من تسابيح كياك. الإيميل هيبان على الشاشة في انتظار أسئلتكم واقتراحاتكم وأي طلبات نقدر نلبيها الحلقة دي موجودة على الويب سايت بتاع القناة اللي يحب يراجعها تاني والحلقات السابقة اللي يحب يقتنيها ممكن يطلبها من القناة كل سنة وانتم طيبين ربنا يعيد عليكم الآن بالخير وجاي خنب شويس